منحت الأكاديمية العلمية للبحث والتدريب والمجلس العلمي البريطاني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلة جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسام التميز العلمي الذي تم تقديمه خلال حفل جائزة سموه للبحث العلمي في المجال الرياضي الذي أقامته اللجنة الأولمبية البحرينية برعاية سموه وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من سفراء الدول المعتمدة لدى المملكة. وقد قدم الوسام سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والأستاذ الدكتور وسام الشيخلي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العلمية للبحث والتدريب رئيس الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الأهمية القصوى للبحث العلمي في المجال الرياضي باعتباره الوسيلة المثالية لتطوير الرياضة، ووجه سموه إلى تحويل جائزة ناصر بن حمد للبحث العلمي في المجال الرياضي من النطاق العربي إلى العالمي لتعم فائدتها على الرياضة العالمية، مضيفا سموه أن مملكة البحرين تتجه حاليا إلى الاهتمام بالبحث في المجال الرياضي بما يتوافق مع توجيهات جلالة الملك المفدى والرامية إلى التركيز بصورة مباشرة على البحث العلمي والاتكاء عليه باعتباره البوصلة التي تدل على الاتجاه الصحيح لمسار تطوير الرياضة البحرينية. وأشار سموه إلى أن مسألة البحث العلمي تم التركيز عليها بصورة واضحة في البرنامج الوطني استجابة باعتبار البحث العلمي الرياضي يعد وسيلة منهجية لتحقيق التقدم والتفوق في كافة المستويات الرياضية من خلال الأسس والمناهج والوسائل التي تساعد الباحث على طرح المقترحات والأفكار التي تساعد على الارتقاء بوضع الرياضة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره التام إلى جميع من شارك في هذه الجائزة بأبحاثهم والتي ستعود بالشكل الإيجابي على مسيرة الرياضة في المملكة والوطن العربي. هذا وقام سموه بتكريم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس الأمناء وكافة أعضاء المجلس، كما تم تكريم رئيس المكتب التنفيذي للجائزة عبد الرحمن عسكر والأمين العام للجائزة الدكتور عبد الرحمن سيار وجميع أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة واللجنة العلمية، كما تم تكريم الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك على دعم الشركة للجائزة. وتضمنت الفقرة الأخيرة الكشف عن الفائزين في البحوث العلمية، حيث فاز الدكتور عبد الناصر قدومي رئيس جامعة الاستقلال من دولة فلسطين بالجائزة عن فئة الإدارة الرياضية، وفاز الفريق المكون من الباحثين لمياء عبد المجيد الكوهجي وريما يوسف عبد الله من مملكة البحرين وعبد الغني الحطامي من جمهورية اليمن مناصفة بالجائزة عن فئة الطب الرياضي، فيما فاز الفريق المكون من شيري نصر الله توفيق وهدى جواد حبيب وحنان الشيخ وعمر السماني من البحرين وجينات كوتيان من الهند في نفس الفئة. مشهودة لتوسيع قاعدة الباحثين في مجال الرياضة، فجائزة ناصر بن حمد للبحث العلمي في المجال الرياضي فتحت أفاقا جديدة للمهتمين في المجال الرياضي لإبراز قدراتهم وإبداعاتهم على البحث والتخصص في هذا المجال. بحوث تجاوزت 30 بحثا ومنافسة قوية بين الباحثين، ما يعكس السمعة والمكانة المرموقة التي باتت تحتلها الجائزة لكونها أحد أهم الجوائز على مستوى المنطقة، لما تحمله من أهداف سامية ترمي إلى الارتقاء بمسيرة العمل الرياضي. هذه الجائزة المتميزة اللي انتقلت من الإطار المحلي إلى العربي المستوى العربي، اليوم نشوف أن هي أصبحت هي تقريبا الجائزة الوحيدة في المنطقة عموما في النسبة للبحث العلمي،
وهذه طبعا التوجه السليم والصحيح، فهنيئا لنا هذه المبادرات العديدة من سمو الشيخ ناصر اللي تصب في صالح الرياضة والرياضيين جميعهم. اليوم أيضا سعدنا بوسام ناله سمو الشيخ ناصر بن حمد ويستحقه، وهو وسام التميز العلمي من الأكاديمية البحث العلمي والتدريب والمجلس الرياضي البريطاني، تقدير لجهود سموه في هذا المجال الحيوي وهو البحث العلمي الأساسي للارتقاء بالرياضة. اللجنة العلمية قد أفرزت الباحثين والمتميزين بناء على المقاييس العلمية المعتمدة في تقييم البحوث المشاركة، حيث شهدت فئة التدريب الرياضي والإدارة الرياضية العدد الأكبر من البحوث المشاركة، فيما اشتدت المنافسة بفئة الطب الرياضي، وكانت عملية التحكيم ملتزمة بأعلى المعايير العلمية في تقييم البحوث بالتعاون مع نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجال التحكيم، بما يضمن اختيار أفضل البحوث في المجالات الثلاثة. وجه سيدي سمو الشيخ ناصر أن تكون النسخة الثالثة نسخة تأخذ على مستوى العالم في البحث العلمي في مجالات الثلاث، وأيضا استمرار وجود للشاب البحريني جائزة خاصة، هاي طبعا راح إن شاء الله يعطيها صدى كبير ويعطيها مجال أكبر، خاصة أنها هي الجائزة الوحيدة اللي استمرت من عام 2012 وما زالت في تطور في المنطقة، وإن شاء الله راح تأخذ لها مكانتها على مستوى العالم. تأتي هذه الجائزة الفريدة من نوعها في سياق التوجيه السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه للارتقاء بالرياضة والأداء الرياضي في مملكة البحرين، ومن هنا جاءت هذه البادرة من سمو الشيخ ناصر حفظه الله في سياق المبادرات الأخرى العديدة التي أطلقها سموه لتنفيذ هذا التوجيه السامي. البحث العلمي في مجال الرياضة هذا قضية مهمة جدا بالنسبة للباحثين في المجال الرياضي، وإطلاقها على مستوى الوطن العربي هذا يعني يثبت للجميع الدور الكبير الذي توليه مملكة البحرين للرياضة ولنمط الحياة السليمة. هذا وكانت النسخة الأولى من الجائزة قد شهدت فوزان من مملكة البحرين، وفي هذه النسخة شهدنا فوز العديد من الباحثين من العالم العربي ومملكة البحرين والباحثين الشباب. فخور جدا بنفس اليوم أني قدرت أكون علاقات كبيرة مع عدد كبير من الأكاديميين من خلال موقع المهني بصفة المنسق العام للجائزة، واللي شهدت منافسة كبيرة واسعة. تحياتي لجميع الفائزين وتهاني لجميع الفائزين، وتمنياتنا بنسخة ثالثة جديدة تنطلق من المحلية والعربية إلى العالمية. طبعا بلا شك دامها من الراعي الأول للشباب سمو الشيخ ناصر، فأنا أول من أشاد، يعني كنت أحضر المؤتمرات قبل حتى يعلنون أن في فئة شباب، وكنت مهتم للأمانة، ويعني أنا الحين يمكن واقفة قدامك مو مستوعبة حتى أني فزت، والحمد لله تعب يمكن البحث سنة كاملة وأنا أكلم دكاترة من البحرين وبرع البحرين، وما أنسى بلا شك أصلا يعني أكثر من دكتور حتى في كليتي، وأنا كنت طالبة للأمانة رعوني وقفوا معي من البداية وما قصروا. وسيقام على هامش الجائزة ضمن أنشطتها وبرامجها منتدى البحث العلمي في اقتصاديات الرياضة من تاريخ 3 لغاية 5 من مايو المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الرياضي.